وسيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنفسه هيقابلني يا عمي. بسم الله ما شاء الله، ألف مبروك ألف مبروك. الحمد لله، تعبي ومجهودي ما راحوش بلاش. لا 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 يا عم أنس، طب حضرتك بس بتعيط ليه دلوقتي؟ بالفرحة بالفرحة يا حبيبي. ده أنا لما نجحت في مهمة في حرب الاستنزاف وقالوا لي إن القائد بتاعي هيكرمني بنفسه، قعدت أعيط 3 أيام. مش عايزني أعيط وأنا شايفك رايح تقابل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. ربنا يخليك، ربنا يخليك لي يا رب يا عمي. الحمد لله الحمد لله يا رب. إنما قول لي بقى يا عم أنس بقى، إيه الشياكة دي يا عم؟ أنا أقوم طلع بقى لبس المناسبات. هو حضرتك خرجت النهاردة ولا إيه؟ أيوه خرجت وقابلتها. ايه ده؟ قابلت مين؟ اشجان هانم؟ ايوه، وقعدت معاها في كازر وعنين. كمان يا عمي كمان، ده احنا مش ايه خالص. بس اوعى تكون ابنها شافكم. لا طمن ما تقلقش، ده انا كنت حريص جدا. قول لي بقى، شفت لامية النهارده؟ ايوه شفتها. وعملتوا ايه؟ والله ابدا يا عمي، واحنا رحنا الاهرامات وكلت معايا من السندوتشات اللي حضرتك عملتها ليا يعني، وكانت مبسوطه على الاخر لحد ما قلت لها الصراحه كلها. كويس. لا مش كويس، ما اصل انا قلت لها الصراحه من هنا، قامت بقى رمت الدبله في وشي من هنا وزعلت واتقمصت وسابتني ومشيت. شفت بقى الصراحه يا عمي عملت ايه؟ كويس ان انت قلت لي، ده انا كنت هقول لاشجان هانم على الصراحه كلها. انا كمان كنت هقولها على سيد اخويا وعلى ميشو. لا بلاش دلوقتي خالص يا عمي، لحسن الكلام اللي حضرتك هتقوله ده ممكن يبوظ الموضوع كله. انت تستنى بس شويه، وهو بابا سيد اتجوز وميشو اديني بحاول معاه. اه سلامتك بال تعبانه يا سيكا. الف سلام عشانك يا حبيبتي. لا لا امسكي نفسك، امال زهقانه يا سيكا. طب معلش معلش، شوف الواد فوتين فين. حاضر. اه يا جنبي. ايه خير يا بابا؟ في ايه؟ انا سميره هانم ايه عملت حادثه في جنبها ولا اخرس الا جنبي. سميره هانم سمرتي حبيبتي حامل، وهتجيب لك اخ صغنن. ايه 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 حامل صغنن؟ حامل ازاي يا بابا؟ اخ صغنن انتوا لحقتوا، انتوا لحقتوا يا بابا. الله اكبر. انا تعبانه قوي مش قادره اطلع السلالم. اعمل ايه؟ مش طيب. قادره. طيب شيلني. اشيل. لا امال اعمل ايه؟ مش انت. امال مين؟ هو. ايه يا اختي مش انت هو؟ مش هشيل حد انا يا اموره يا صغنططه. مش هتشيلني؟ مش هشيلك. مش هتشيلني؟ مش هشيلك. سيد ولا سيد ولا غير سيد، برضو مش هشيل حد. خش بسرعه بقى. ايه انت اللي شايله ولا انا اللي شايل؟ بالراحه. في ايه؟ انت بترمي معزه؟ انا معزه يا سيد. لا ما اقصدش يا حبيبتي، ما اقصدش. اه انا اقصد انك ترتاحي، ومن بكره ان شاء الله انا هدور لك على دادا تشوف طلباتك وتخدمك. دادا ايه يا بابا؟ دي عايزه ونش دي. ايه ده؟ انا مش عايزه دادات، بكرههم بزهق منهم. انا عايزه هذا الكائن يخدمني. كائن ايه؟ كائن ايه؟ لا انا مدرس دراسات محترم وعندي مدرسه ودروس وابحاث. مدرسه حد بعد الظهر شيال. لا يا بابا الكائن قال، الكائن قال ده دادات. لا اديني قلت لك انا عايزه ده. عملت ايه يا كيميا؟ عرفت تدخل لجنزيره المستشفى؟ فضلت في المستشفى مستني الفرصه لحد ما عرفت اسوق من الحراسه ودخلت له. وقلت له زي ما قلت لك؟ بلغته يا ملك بس. بس ايه؟ طلب ضعف الفلوس، اصله خايف من ميشو. قلت له ايه؟ انا قلت هاخده لحد ما اجيلك. جدع يا حتى انت جنزير الكلب طمعان فيا. اروح اخلص عليه يا معلم عشان تستريح. بس يا تذكرت الوحيد اللي بقى لنا. قلت يا ملك هنعمل ايه؟ مين اللي هياخد الفلوس؟ حديها لاخوه عطوه، وهو هيبلغه ان الفلوس وصلت. اديله الفلوس اللي هو عاوزها، مش خساره فيه. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اشفي غليلي في الوقت ده. مش ده اتفضل يا باشا اتفضل. جربته قال اسمه.
فريد بيه ما تنساش ميعادك كمان ساعة، ميعاد مهم جدا. حاضر. يا منيش معلش اتأخرت عليك شوية. لا ولا يهمك يا باشا خير. الجماعة اللي كنت بوصلهم دول مجموعة من رجال الأعمال بيعملوا مشروع كبير قوي في البلد، وفي سي دي عليه شوية أوراق مهمة وقع في ايد واحد من رجال الأعمال اللي هم ما يتسموش، اللي هم حاملين رسالة الشرف والفضيلة والأمانة، يعني إخواننا البعدة دول. والمطلوب السي دي ده صح؟ والمبلغ اللي أنت عايزه. الناس دي مستعدة تدفع أي حاجة تطلبها. أنا مش هاخد فلوس يا فريد بيه. أنا ليه طلب صغير بس كده عند حبايبنا الكبار. قصدك دي قصاد دي، وانا موافق. طلباتك ايه يا وحش؟ الحمد لله بقى فادي كده، يبقى خلصنا الباب ده كله. الحمد لله الحمد لله. فادي انت فاهم كل حاجه؟ فاهم كل حاجه. مش عايز اي سؤال؟ كله تمام. يلا نبدا بقى في الباب اللي بعده. لا باب ايه يا مستر، حرام عليك، انا مش قدك، لا باب ولا شباك. ليه كده بس يا فادي؟ خلاص ملناش نصيب بقى في الباب اللي بعديه. يلا السلام عليكم. همشي انا بقى. لا لا استنى بس، تمشي ايه؟ انت لازم تيجي معايا النهارده. اجي معاك فين؟ هسهرك سهره جامده اخر حاجه، كمان صحابي نفسهم يشوفوك قوي. ما والله ما يعني هو لازم يعني السهره. اه لازم، بس يعني هنغير شويه تفاصيل، يعني كاجوال وير وحاجات كده يعني. بس فهمت كل حاجه، ان كان على الكاجوال ما تقلقش موجود. معلش بقى هستغنى عنكم النهارده وبس، ما تقلقوش علشان فطين الطيب الغلبان ما بقاش ينفع في الايام دي، لازم اواكب العصر. واذا كان التمثيل هو الكذب الوحيد الذي يصفق الناس لابطاله، اذا فالامثل. نعم فالامثل، ولكن بصدق حتى احقق رسالتي. ولا استنى عاد. ايه ده ايه ده ما شاء الله. خد يلا خد. انا ما تخافش ما شاء الله. ايه ده ايه ده ما شاء الله عليك ما شاء الله. واخدني بقى ما شاء الله. يا دي الحلاوه والشقاوه اللي انت بقيت فيهم دول. لا يا تعبت قوي علشان اجمعهم. قوي قوي ما شاء الله. ايه ده انت عندك صداع؟ ايه الفوطه اللي انت رابط بيها دماغك دي؟ يا بابا دي اسمها دندنه. بابا بقى سيبني بقى. دندنه مين وبتاعت مين؟ وبعدين انت سايب البيت ونازل في نص الليل. ايه يا اخويا؟ هي وكاله من غير بوابه ولا ايه؟ وكاله ايه بس يا بابا؟ انا رايح حفله مع طالب بديله درس علشان اقوم باداء رسالتي التربويه كامله. السلام عليكم. استنى عندك رسالتي ايه وريالتي ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. الله، هو اللبس ده مش بتاع اخوك ميشو؟ اه كاك قوي. ولما هو طبعا لبسته من غير ما تقول لي. لا سبت له ورقه بكل حاجه فيها. وبعدين يا بابا دلوقتي انا وميشو اخواتي، يعني مفيش فرق ما بيننا. السلام عليكم. خد خد خد. حلو قوي اللي انا سمعته منك دلوقتي، مفيش فرق ما بينكم. كويس قوي يا اخويا. ولما انت عارف كده ما تيجي تشتغل معانا عشان تأدي رسالتك ناحيه ابوك واخوك. لا يا بابا لا، ما تخلطش الاوراق دي، نقره ودي نقره تانية. نقره تانية؟ والله يا اخي نفسي انقر لك نفوخك نقره عشان يتهوى يبقى طازه كده. ماشي يا بابا ابقى انقره بقى براحتك، بس علشان الحفله اللي هي بتاعت الكاجوال دي بقى. السلام عليكم بقى. طيب 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 مع السلامه صفاتين يا كاجوال. وانا سلم لي على اصحابك المكاجولين اللي في الحفله. لا لا مستر فاطين، ده انت طلعت الشاب السكاموني مهيس رباني. ايه ده ايه ده ايه يعني؟ ايه الكلام ده؟ قصدي يعني ان دماغك عاليه ومتكلفه. كان على كده بقى يا فادي، ده انا دماغي دي فيها 1000 كتاب واكتر على فكره. انتوا عارفين انا لو شلت الدندنه دي هيطير بقى مجلات وكتب ياما. يعني زي ما بقول فادي موسوعه. الحمد لله. طب كلمنا شويه يا مستر. ماشي اكلمكم، بس عايزين تتكلموا عن ايه بالظبط؟ حدد كل حاجه يا درش. يعني كلمنا مثلا عن الحب. والله العظيم تلاتة عارف ان هو هيكون كده. الحب يا سيدي بقى هو اجمل شيء في الحياه، هو الحياه نفسها. ومش مهم تحب قد ما المهم انك تعرف انك بتحب مين وتحب ايه بالظبط. طب والحياه؟ الحياه
الحياة بنعيش وبنموت فيها وبنحبها، ولو عايزينها تبقى أحسن والله هتبقى أحسن. وما ننساش إن إحنا في أول الحياة بنحمل على الأكتاف وفي آخرها بنحمل على الأكتاف. لا الله يخليك يا أبو الفطاطين والنبي كلمنا شوية عن الضحك. أنا آسف. الضحك بقى يا سيدي هو كرياء الحياة، وقالوا فيه كلام كتير ياما. مثلا عندكم الإنجليز قالوا إن الضحك الصاخب يدل على فراغ النفس، أما الأسبان قالوا إن الضحك الذي ينبع عن سبب تافه، ها سبب تافه، فهو فعل مخالف للياقة. أما الصينيون قالوا إن ألف دولار لا تشتري ضحكة واحدة. أما بقى أستاذ الضحك في العالم الأستاذ شارلي شابلن قال إن يوما لا يضحك المرء فيه لهو يوم. طب أنت بقى قلت إيه؟ أنا بقى قلت أنا لازم أقوم أمشي بقى حالا علشان المدرسة عندي بقى الصبح كده وما تأخرش عليها، وأنتوا كمان لازم تقوموا تمشوا. لا تمشي إيه؟ أنت مش ماشي من هنا غير لما ترقص معانا. اللي أنت كنت بتعمل إيه يا صاحب كل أجنبي ده؟ لا أنا لازم أقوم أمشي. لا 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 ل